باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا ده عجيب خالص، لما حب يتجسد ويظهر نفسه للبشرية اختار طريقة يعني صعب إن الواحد يتخيلها. أنا ساعات أقول لو ربنا شارك الإنسان وقال له أنا قررت إن أنا آجي إلى العالم ومحتاج سيناريو، أجي إزاي وأجي في إيه وأعمل إيه، أعتقد إنه كلنا هنفكر نقول له لازم طبعا تيجي في أفخم حتة على الأرض ونكون عاملين لك احتفالات ونكون عاملين لك ما يليق بيك، ويكون بقى في يعني مراسم كبيرة وندعو سفراء العالم وملوك العالم، وده بقى إيه، ده المسيح جاي. لكنه لما جه اختار أن يولد من فتاة فقيرة عذراء وأن يولد في مزود للبقر. يا رب طب مش حتى في بيت، طب فندق، طب أي مكان، قال لا أنا هتولد في مزود بقر. أنا مش عارف الحقيقة ما أعجب أحكامك عن الفحص يا رب، أنت ليه اخترت الطريقة العجيبة دي إنك تيجي؟ لكن أنا ممكن أفكر وأقول ربنا اتولد في مزود بقر ليعطيني أنا رجاء، ربنا اتولد في مكان فقير ممكن يكون مش مترتب وممكن يكون ريحته مش كويسة قوي وممكن يكون الناس مش بتحبه قوي أو بتحب تقرب منه، عشان يديني رجاء، يديني رجاء إنه ربنا برضو ممكن يدخل حياتي حتى لو حياتي ملخبطة، حتى لو ريحة الخطية فيها مش كويسة، حتى لو الأمور مش متزبطة، ربنا اللي اتولد في مزود بقر يقدر يدخل حياتي ويقدر يدخل قلبي حتى لو مش نظيف، ويدخل عقلي حتى لو مش مترتب، ويصنع له منزلا. بس في شرط واحد، إن احنا نفتح له، إن احنا ندعوه، إن احنا نقول له رب تعالى. ربنا اتولد في مزود بقر لكن لأنه ده كان المكان الوحيد اللي استقبلوه فيه. صدقوني اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك مش ممكن ربنا يقبلك، مش ممكن ربنا يدخل حياتك، مش ممكن يكون ليك نصيب معاه. قول له المسيح اتولد في مزود بقر، واللي اتولد في مزود بقر مش هيستصعب، مش هيبقى صعب عليه انه يدخل اي نفس، اي قلب، حياة أي إنسان حتى لو ملخبطة، ويقدسها ويطهرها ويجعلها مصدر بركة لكثيرين. ولد في مزود بقر ليكون لنا بميلاده رجاء وفرح وسلام. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.